بالأمل نحيا وفينا روح عليا تحتوينا والتفاؤل ما حيينا سلم نحو النجاة بالأمل تسمو العبارة بالأمل نصنع حضارة بالأمل نحيي مهارة يعقب الليل الصباح حياتنا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمل حياتنا أجمل. في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى سنعيش وإياكم لحظات ماتعة، سنعيش الحياة بكل تفاصيلها، سنعيش خيرها وشرها. إن الإنسان في هذه الحياة تمر به ظروف عديدة، وهذه الظروف قد يستاء فيها أحياناً وأحياناً أخرى يسر. هناك قسمان من الناس، قسم إن سر بالأمور زادت سعادته، وإن ألمت به أمور يكرهها دخل في مرحلة من التشاؤم يحيل لحظات حياته إلى جحيم. طبيعة الإنسان هكذا، ليست كل أيامه سواء، فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا، وهو سبحانه وتعالى يعرض علينا الخير ويعرض علينا الشر. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعيش سعادتنا في كلا الحالين أو في كلتا الحالتين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. في هذا البرنامج سنقف مع الأمل في القرآن الكريم، ونقف مع الأمل في أجزاء من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتعلم الأمل لنعيش حياتنا بشكل أجمل. هذا لا يعني أننا نعيش فقط بالأمان، إنما يعني أن نعيش الأمل الذي يدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العمل، ومن هنا سيتحول الأمل إلى طاقة دافعة تقود الإنسان إلى أن يكون ناجحا في كل حياته، وإلى أن يتخذ بإذن الله سبحانه وتعالى من المحن التي يمر بها منحا يستقيم بها في حياته، ويتخذ من الفشل مناسبة لتقييم ذاته حتى يصبح بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل ناجحا. إن قصص القرآن الكريم بما احتوته من ذكر للأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ لخير مثال على أن الأنبياء عاشوا بالأمل، ودعوا أقوامهم وفي أنفسهم غاية الأمل بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم لإنجاح رسالتهم. نحن عندما نتحدث عن المرسلين لا لشيء إلا لأن المرسلين هم قدوتنا، وهم خير خلق الله سبحانه وتعالى، وقد مروا بتجارب بشرية عديدة، وهذه التجارب البشرية من خلالها نجد أن الأمل دافع مهم للنجاح. سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا عيسى عليه السلام، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يوسف عليه السلام، أبو البشر آدم عليه السلام، نوح، وهكذا كل الأنبياء عاشوا حياتهم بخيرها وبشرها، لكن الأمل كان يحدوهم في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مرحلة من مراحل دعوتهم. حياتنا أمل. حياتنا أمل.
لم ييأس موسى عليه السلام حينما أحاطت به الأخطار وحكم عليه بالإعدام، نظر أمامه فإذا بطريق ينفتح إلى مدين، فهاجر وعاد بعد فترة من الزمن إلى مصر، وأنقذ الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. لم ييأس يوسف عليه السلام، ولم ييأس يعقوب أبوه عندما ألقاه إخوته في الجب وانتقل عبدا من يد إلى يد ثم إلى السجن، ثم بعد ذلك مكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض فأصبح عزيز مصر وعاد إلى أبيه بعد طول أمد. لم يأس نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكالب عليه الناس وأخرجه قومه من بلده مسقط رأسه، وتوجه يلتمس النصرة في الطائف فعاد خائبا من الطائف، لكنه لم ييأس ودعا الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة بإذن الله تعالى أن انتشرت دعوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا نحن، لا ينبغي على المؤمن ولا ينبغي على الإنسان عموما إن اعترضت طريقه مشكلة أن يقف عند حدود هذه المشكلة فيحبط نفسه ويدخل في آلام كثيرة وأحزان. لا، ينبغي عليه أن يقف وقفة تدبر لما آل إليه أمره، ويقف وقفة أخذ للدروس مما أخطأ فيه، فيصحح المسار بإذن الله سبحانه وتعالى وينطلق إلى الأمام. ولذلك قيل: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بالفعل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الطالب إن يأس بالنجاح رمى بدفاتره وكتبه، فكانت النتيجة الفشل. المزارع الفلاح إن يأس في البذر ويأس في إنبات تلك البذور فإنه يتركها دون سقى، فتكون النتيجة في الأخير الفشل. التاجر كذلك إن يأس في الربح ترك تجارته فكانت النتيجة الفشل. إذن بالأمل نحيا، والأمل وحده لا يكفي، بل إن الأمل قرين للعمل، وهذا الذي نقصده في برنامجنا. نريد أن يكون الأمل دافعا لنا نحو العمل ومضاعفة الجهد للنجاح. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج. أستودعكم الله على أمل أن ألقاكم مجددا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتنا أمل. بالأمل نحيا وفينا روح عليا تحتوينا، والتفاؤل ما حيينا سلم نحو النجاح. بالأمل تسمو العبارة، بالأمل نصنع حضارة، بالأمل نحيي مهارة. يعقب الليل الصباح، حياتنا أمل.